السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والأخيرة من سلسلة عاصمة قبل الأسرات. النهاردة عندنا موضوعين في الحلقة. الموضوع الأول هو تحقيق شخصية الملك مينا، والجزء الثاني هو قوائم الملوك اللي كانوا ماسكين مصر قبل عصر الملك مينا، أو ملوك عاصمة قبل الأسرات. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الملك العقرب ودوره في عملية التوحيد، وان احتمال ان هو يكون قبل الملك مينا هو اللي خاض اغلب المعارك، ومينا جه في الاخر حسم الموضوع. هنكمل في الموضوع ده وهنعرض بعض الاثار للملك العقرب وبعض الاثار للملك مينا. هنبدأ بأول موضوع اللي هو مينا. مينا، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الغريب أننا لم نعثر حتى الآن على أي آثار تؤكد لنا وجود هذا الملك الشهير ميني كمؤسس للأسرة الأولى، إلا أن حجر باليرمو وبردي تورين وقوائم أبيدوس ومانيتون وهيرودوت كلها تعتبره أول ملوك الأسرة الأولى. ونجد على العكس أن اسم نارمر لم يرد في بداية تلك القوائم الملكية كأول ملوك الأسرة الأولى، ولكن عثر له على آثار تؤكد بأنه أول من حقق وحدة البلاد. وتنسب بعض الروايات إلى ميني أنه رأس الأسرة الأولى، وبه تبدأ القوائم الملكية. ويقص علينا هيرودوت وديودور الصقلي أن أحد فروع النيل كان يطغى على منطقة مام فيجعلها كالمستنقع الكبير، ويجعل أرضها أشبه بالأرض الناهضة التي سميت تاتاثان على النصوص المصرية. فعمد ميني أو مهندسوه إلى تحويل فرع النيل عنها ناحية الغرب، ثم قاموا بشق قناة أخرى عن قرب منها ناحية الشمال، وبذلك جفت منطقتها وبذلك جفت منطقتها ولم يكتفي منشئ المدينة بل صورها بأسوار عالية أحاطتها من كل جانب، وكان يرجي لكي يستقر فيها من آن لآخر، لأنه فهم أن استقراره في الجنوب لن يساعده على حكم الدلتا، ولذلك أقام في منف، وهي تعد نقطة تلاق المملكتين القادمتين. ولكن مثل هذه الرواية بها بعض الأخطاء، ذلك لأن الوادي كان لا يزال قبل الأسرة الأولى، وحتى انخفاض مجرى النيل عند الفيوم عبارة عن مستنقعات. وقصة هيرودوت تخلط بين التاريخ والعقيدة التي تنسب إلى ميني على أنه قام بدور المخطط الذي أظهر المدينة الأصلية. وأصبحت ثني وهي أولى العواصم المصرية، وظلت طيلة أيام حكم ملوك الأسرتين الأولى والثانية عاصمة للبلاد والمقر الرسمي لملوكها. ولو أن بعض ملوك هاتين الأسرتين كانوا يقيمون أحيانا في مدينة الجدار الأبيض، وهكذا تركز النشاط السياسي والديني في عصر بداية الأسرات في ثلاث مدن كبيرة. هي نخل، دي اللي كانت عاصمة مينا، العاصمة اللي كان فيها نعرمر قبل التوحيد، وثاني والجدار الأبيض. ووصف ميني على أنها أول ملك يحكم مصر بعد أنصاف المعبودات، ويستخدم المؤرخون الحاليون اسم ميني بصفة رمزية لكي يعبروا عن الملك الذي جمع ووحد بين مملكتي الجنوب والشمال حوالي عام 3200 قبل الميلاد. قبل ما نكمل الجزء اللي قريناه ده بيقول ان كل قوائم الملوك سواء اتكتبت في العصر الفرعوني او بعده، الدولة المتوسطة، الدولة القديمة، الدولة الحديثة، اي قائمة ملوك وصلت لنا بتقول ان اول ملك وحد القطرين كان اسمه ميني، او زي ما بننطقها في اللغة العربية دلوقتي مينا. لكن الآثار لقت ان الملك اللي ممكن ننسب له ان هو وحد القطرين اسمه نعرمر. وفي الواقع ان الآراء تعددت حول اسماء الثلاثة ملوك الاوائل نعرمر وميني وعحا، فقد رأى فريق من العلماء انهم ثلاثة ملوك مختلفين، وان ميني هو اول الملوك ثم خلفه نعرمر وتلاه عاه. ورأى فريق آخر أن نعرمل هو أول ملك، وما ميني وعاها إلا شخصية واحدة، يعني نعرمل هو الواحد القطرين، بس الناس بدأت تحسب من أول عاها وسمته ميني.
وقع فريق ثالث أن ميني هو شخصية ليست لها وجود، على أساس أن الاسم ميني لم يظهر في النصوص المصرية إلا في عصر الأسرة الـ19، زي ما قلنا قائمة حجر باليرمو بينسب في بعض الأحيان للأسرة الخامسة وبعض الأحيان للأسرة 26، ومحدش عارف هو اتعمل امتى. زي ما قلنا الحجر مشكلته انك ما ينفعش تعمل له تاريخ كربون، انت عندك حجر منسوخ يطلع زي ما يطلع، وانت بتلاحظ بتحدد التاريخ من اللغة اللي مكتوبة، من طريقة النقش، من ميكانيك اللي هو عمقه، هل هو نقش ظاهر، نقش حفر بالداخل، حفر جديد، حفر سطحي، اللغة والكلمات المستخدمة. يعني احنا عرفنا ان لوحة نعرمر او صلاية نعرمر منسوبة له في الغالب، لان اللغة اللي كانت مكتوبة قديمة جدا وبدائية جدا. لو حد كان عملها في الأسرة 19 او حتى في الأسرة الرابعة كنا شفنا الكتابات واضحة ومحطوطة في صفوف، والكلمات معبرة عن مكانها، وبعض العبارات الجزيلة كانت تبقى موجودة فيها، وهكذا. وفريق رابع يرى أن نعرمر هو ميني فعلا، وأن أعاها هو الذي بدأ حروبه لتحقيق وحدة البلاد. ورأى فريق خامس أن نعرمر هو مؤسس الأسرة الأولى، وأن ميني وأعاها ما هما إلا صفتان له. يعني هو نعرمر، لكن من أسمائه التانية ميني وأعاها. مش عارف، حرف العين مع الحاء ده رخم جدا. أي أنه اتخذ اسم أعاها أي المحارب، اعتزازا بانتصاراته التي استطاع بها ان يوحد كلمة البلاد. ولما تم له ذلك لقب نفسه باسم ميني، وهو الذي يعني المثبت او المدعم، تنويها بنجاحه في تثبيت دعائم ملكه. ويبدو ان الاسم ميني قد اعطى له لحظة تتويجه ملكا على عرش البلاد. ويميل الكثير من الباحثين الى الاعتقاد بان نعرمر هو ميني، وأن عاها كما يغلب على الظن أن كان ابنا لنعرمر، خاصة وأنه عثر في المقبرة المنسوبة إلى نعرمر في أبيدوس على غطاء إناء عليه الاسم الحوري لنعرمر يتبعه الاسم أو اللقب ميني. فده أكتر حاجة حاسمة خلاص، يعني في المقبرة بتاعته اللي منسوبة له في أبيدوس كان الاسم الحوري لنعرمر بيتبعه الاسم ميني، فنعرمر ميني أو مينا نارمر زي ما احنا بنقول عليه دايما. خلاص هو ده عاهر ابنه سكوربيون كينج ذا سكند، الملك العقرب الثاني، ده ابوه وخلصت، او الملك اللي سبقه يعني. عندنا قوائم الملوك اللي حكموا قبل مينا، في الملك هيسيكو ده كان موجود على حجر باليرمو فقط، الملك خيا برضه موجود على حجر باليرمو، الملك تيو موجود على حجر باليرمو، واللي على حجر باليرمو انت ممكن تشوف ان ده تاج الجنوب او تاج مصر الموحدة، فالرسمة مش واضحة، منقوش كده بخط سخيف ومش واضح، والرسومات حتى بتاعته مش واضحة. فعشان كده حتى ناس كتير بينسبوا له الأسرة 26 على أساس كان الفن والحفر الدهور، يعني صعب ان ده يكون من الأسرة الخامسة. الملك تيش برضه على حجر باليرمو، الملك نيحب على حجر باليرمو، الملك ويزنر على حجر باليرمو، الملك ميخا على حجر باليرمو، وفي ملك كمان اسمه متدمر، وبعدين الملك دبل فالكون او الصقر المزدوج، وده تحس ان اسمه جاي من مازنجر، وده لقيناه له لوحة في سينا ولوحة في جنوب مصر. حكم حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، وفي الغالب كان واحد من حكام نقاد. بندخل بقى على الأسرة صفر اللي هم أبهات مينا. الملك العقرب الأول ده كان موجود في المعبد القديم لأم عقاب، وكان اسمه عبارة عن رمز العقرب، وعقرب باللغة المصرية القديمة هو سرقت، فيبقى اسمه سرقط. إيري حور أو الملك رو
ده كان قبل الملك كا، وما نعرفش غير ان احنا لقينا اسمه هنا جاي بالصورة اللي عليها اسمه، صغيرة جدا اهي، عبارة عن صقر وتحتيه رمز الرو اللي هو عامل شبه الصحن ده. بعدين الملك كا، وكا معناها القرين، هي صاحب بتتكتب ايدين كده لفوق، عاملة منظر الدعاء. ناس كتير قوي يقول لك المصريين موحدين عشان كانوا بيدعوا ربنا. ده حرف الك، بس هي معناها لحد دلوقتي اللي اعرفه ان معناها القرين. الملك العقرب، بوسيبلي كود ريد سيركت، زي ما قلنا اسمه ممكن يكون سيركت لان العقرب معناها سيركت، وممكن يكون هو نعمر نفسه، يعني في ناس بتقول ان نعمر نفسه هو العقرب الثاني. هو مينا، وبعد الناس حطيت له اسم عاهر، ده دليل، ده كمية اللخبطة اللي موجودة. وفي الآخر نارمر أو نعارمر، the king who combined upper and lower Egypt. والتاريخ المستخدم هنا في السلسلة دي كان 3150 قبل الميلاد. في عندنا الرمز ده ملوش قراية محددة، وده بعض الناس بتقول ان دي طريقة قديمة جدا عشان تكتب نعارمر، وان دي ما بتعبرش عن حاجة اصلا. عندنا الملك نيحث، نيف ده اسم اتلقى في حلوان، في الغالب كان ملك لنقادة التالتة. في الملك حتحور، وده بعض الناس بتعتقد انه واحد من المحاولات القديمة برضو لكتابة اسم نعرمر. هما طبعا مش عايزين يقتنعوا ان كل دول كانوا ملوك قبل نعرمر. بعدين الملك دبل فالكون او الساق المزدوج، ذكرناه في القايمة اللي فاتت، وده كان من ملوك نقادة الثالثة في القرن ال32 قبل الميلاد. وبعدين الملك وعش، وده ذكرناه الحلقة اللي فاتت، اللي مكتوب بالانجليزي وعش، ده كان مرسوم ومكتوب اسمه في صلاية نرمر وهو بيوحد القطرين، كان مكتوب اسمه جنب جثة مرمية وراسه مقطوع. وقلت حتى انا ساعتها ده في الغالب ملك الدلتا او الملك بتاع الشمال اللي هزمه نرمر واستولى على الحكم منه. هنا ناسبينه النقادة التالتة، هما في الغالب بيحبوا ينسبوا كل الملوك للنقادة التالتة. دول نفس قائمة نفس مجموعة الملوك اللي في حجر باليرمو، ده صورة الحجر والأسماء مكتوبة عليها، زي ما قلنا الملك خيا والملك تيو والملك تيش والملك نحب والملك ويزنر والملك ميخ، وفي ملك كمان اسمه مش واضح، والملك حيدج حور. وده معروف إن هم لقوا اسمه على قطعة فخار، وبينسب لنقادة التانية مش نقادة التالتة. في الرسمة دي، ده عبارة عن جرافيت متلقى في الصحراء الغربية في مصر سنة 2004، وبينسب الملك للنقادة التالتة، وما احناش عارفين النطق لأن الشكل غريب كده زي ما الناس شايفين. في الملك الفينجر سنيل اللي هو صابع الحلزون، طبعا وجوده مشكوك جدا فيه، وكان بيتقال ان هو حكم النقادة التالتة. في الملك السمكة فيش، في موجود ليه artifact that bear his mark around سنة، كلهم طبعا هتلاقيهم around سنة 3250 عشان ما نرجعش كتير في التاريخ. he most likely never existed. في الملك الفيل ال elephant برضه نفس الفترة بينسب لنقادة. الملك الستروك الضربة most likely never existed. البول الطول برضه most likely never existed. Scorpion King first ruler of Arab Egypt around 3250 ل 3000 قبل الميلاد، حكم نقادة التالتة، ده اللي هو العقرب الأول. في ناس بتقول في عقرب تالت كمان، بس ايه الأوضح ان هما اتنين، والأول ده في بداية عصر الأسرة صفر، والتاني اللي هو كان قبل نعرمر بالظبط، او بعض الناس بتقول ان هو نعرمر نفسه في بداية حياته. في الملك التمساح الكروكودايل potentially read شدوي
identity are and existent are disputed، يعني وجوده مش قوي. في اريحو او الملك هو جبنا سيرته الحلقة اللي فاتت وما نعرفش اي حاجة عنه غير النقش بتاعه. الملك كارل كارين لسه قايلينه من شوية. سكوربيون كينج، الملك سيركت او سرقت possibly same person as نارمر. دي صليت نارمر مرة تانية، وزي ما قلنا على الشمال نارمر بالرسم الكبير، الشخص الكبير الواضح ده اللي لابس تاج الجنوب التاج الابيض، وعلى اليمين هنلاقيه فوق في شمال اللوحة خالص اطول من الناس اللي حواليه ولابس تاج الشمال اللي هو التاج الاحمر. دي مقمعة الراجل الملك العقرب، مكتوب اسمه هنا مكتوب اسمه هنا اهو عقرب، وادي اتنين ماسكين للمظلات. طبعا واضح انه طويل قوي، طبعا بعض الناس تقول لك اهو مقمعات وده الملوك اللي هو هزمه. دي زاوية تانية للمقمعة اللي فيها بالظبط، دي مقمعة مينا يعني، بس هي دي مقمعة الملك العقرب. هو واضح ان كان عنده قوة عشان يشيل المقمعة دي، بس هي مش بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، لا هي حجمها في يعني في الحقيقة اصغر شوية من الصورة. ده اللي هو ايه النقش اللي على المقمعة منقول على ورقة عشان الناس تشوفه يعني. دي مقمعة الملك مينا، واللي عليها ما يفرقش كتير عن اللي على الصلاية. ده اسم الملك مينا، طبعا انا بقول مينا بمعنى نارمر خلاص، يعني هو مينا نارمر يعني مش هنغير بقى، احنا مش فاضيين. زي ما قلنا القرموط ده معناها نار، وده مير فهو نار مير، وده حور طبعا اللي هو حورس. الاسم الحورس بتاعه ما كانش فيه اي اجتهاد خالص، اللي هو حورن عرمر طاي او تعي نعل مل حور تع. دي مقبرة نارمر، نعم الاسم الاسهل اللي احنا خدناه في المدرسه بتاع رابع ابتدائي مينا نارمر، ده هو الحلو الجميل اللي الواحد بيرجع له دايما يعني. عوده للذكريات، دي المقبره بتاعته كانت عباره عن غرفتين وتلاقي فيها اثار كتير له. دي واحده من قوائم الملوك اللي بتحكي الاساطير والملوك المصريين القدماء، وهنلاقي اول اسم خالص على ايديك ناحيه الشمال وانت داخل ده ميني مينا. طبعا انا كبرته لكم اهو، مينا ده حرف الميم زي ما بنقول دايما، ده حرف النون، وده حرف ال ا او الي. ميني اول ملك خالص، اي قائمة ملوك مكتوبة في عصر الفرعوني هتلاقي اسم الباشا اول اسم موجود فوق خالص، هو مؤسس ده. اتفاق بين جميع العصور المصرية ان ميني هو المؤسس، وزي ما قلنا في الاخر اكتشفنا ان اسمه نعمر. دي بعض الاختام الملكية اللي اتلاقت في المقبرة بتاعته بمدينة بطرخان، بعض الاختام دي رسومات ليها توضيحية عشان تبقى الناس شايفة شكلها عامل ازاي. دي لوحة لميني من مقبرة ابيدوس، معبد ابيدوس، ده برضو لوح تاني لميني، والخرطوش بتاعه هنا اللي عليه صقر اهو اللي هو ده. ده صندوق من الابانوس، كان عرمر اداه لمعبد ابيدوس. دي برضو لوحة تانية ان عرمر. دي حفلة تتويج بتاع الملك مينا نارمر
لما كان بيوحد القطرين ما حضرناش الحفلة، بس ايه ما عزمناش الراجل، مش عارف ليه، مستقل بينا ولا ايه. اتنين ماسكين له شمسيات وهو قاعد في التختروان بتاعه وطالع له بسلم، والناس جايه له بتهيص له، الحيوانات كلها مرسومة بشكل عادي، وفي العادة تظهر لنا في اللوح اللي قبل عصر الأسرات كائنات غريبة. ايه ده؟ يعني مرة ديناصور ومرة ايه ده؟ ليه كده يا حاج مين؟ ليه ده؟ انا بحب ليه الكائنات الغريبة دي يا عم؟ آخر حاجة هنقولها هي أسطورة التوحيد. كان المفروض إن القصة الرئيسية زي ما قلنا في عندنا أكتر من قصة، إن مصر اتوحدت من قديم الأزل على إيدين أوزيريس، وإن أوزير لما وحد البلاد كلها كان تبع الشمال، وبعدين حصلت مكيدة من حاكم الجنوب اللي كان بيرمز له لست، وإن سيت لما قتله وقطع جثته 42 جزء، ده كان كناية إن الدولة المصرية اتقسمت ل 42 إقليم، وظلت فترة طويلة على التقسيم ده لحد ما اتوحدت مرة تانية، واللي بيرمز له انتصار حورس على سيت في النهاية. في طبعا عندنا القصة التانية، طبعا دي كلها قصص للتوحيد، توحيد مصر او الوحدة، بلاش عشان ايه ما تلخبطش عن التوحيد اللي هو الديني. تاني قصة ان وخاصة بالملك العقرب، ان كان في ملك ظالم كان بيحكم، كان من ملوك الشمال، كان بيحكم الشمال والجنوب وكان مسيطر عليهم. في الغالب ممكن يكون الملك وعش او وش. الملك الظالم ده تسبب في ان الجنوب يقوم عليه بثورة، اللي كان قائد فيها اللي هو الملك العقرب، واللي قدر يستقل بالجزء الجنوبي ويسيطر على اجزاء من الدلتا لحد ما جه الملك مينا واكمل هزيمة الملك وعش، واخد منه حكم مصر في النهاية، واصبح هو موحد القطرين التالي مينا نرمة. وفي طبعا القصة التقليدية اللي احنا ذكرناها، اللي هي بيعترف بيها اغلب الاثريين واغلب المؤرخين، ان الحضارة المصرية بدأت من قرى صغيرة، بدأت تتطور فيها الحضارة، بدأت تزداد فيها المعرفة والعلوم وطرق التنقيب والبحث، لحد ما في النهاية وصلنا لموضوع 4 أو 5 ممالك. بدأت تحصل حروب داخلية ما بين الممالك دي، أو عدو خارجي وحدهم في النهاية، لحد ما تكونوا مملكة واحدة بقيادة الشمال. المملكة اللي بقيادة الشمال دي بقى تصلب معانا في القصة الأولانية، بيكون فيها أحد الملوك الظالمين اللي بيثور عليه الملك العقرب، والملك العقرب في النهاية بينجح في الانتصار عليه ويستقل بالشمال ويحتل أجزاء من جنوب الدلتا. وبيجي بعدين ملك نعرمر اللي في الغالب يا ابنه يا نسيبه يا ملك تاني كان في منطقة تانية، وانتصر على الملك العقرب، وبعدين انتصر على ملك على الملك بتاع الشمال اللي هو وعش، ووحد مصر، وأصبح مينا نرمر موحد القطرين، أول حاكم، أول مؤسس، الملك اللي بتبدأ من عنده كل التاريخ المصري، الملك اللي حتى قدماء المصريين اتفقوا إن التاريخ بيبدأ من عنده، واللي قبله عصور خرافية عبارة عن آلهة وأنصاف آلهة ممكن، واللي عنده برضه هتنتهي السلسلة بتاعتنا عصر ما قبل الأسرات، واللي ممكن نرجع لها، بس ممكن مش دلوقتي، يعني هو أنا عندي الكتاب بس مش دلوقتي، اللي هو عصر الآلهة وعصر أنصاف الآلهة، الجادز والديمي جادز اللي كان كاتب عنهم مانيتون، ونشوف ايه علاقة الناس دي. ممكن هل ممكن دول يكونوا فعلا ملوك بجد، او كان ليهم اثر في التاريخ فعلا، ولا دي مجرد اساطير، وان هو نسب الالهة او اسماء الاقاليم والف بيهم قصة. والى هنا تنتهي حلقتنا وتنتهي السلسلة على الاقل بصفة مؤقتة.
زي ما بنقول اي سلسلة حتى من السلاسل التانية بعد الحلقة الاخيرة، لو ظهر معلومات جديدة هنضيفها بس هتكون خارج اطارها، يعني تتحط معاها في نفس القائمة بس هتكون خارج اطار السلسلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.